طالبت الأمم المتحدة بوقف فوري للقتال في حلب من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لمئات آلاف السكان المحاصرين داخلها. وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 2 مليون مدني في المدينة يعيشون بلا ماء أو كهرباء جراء تدمير البنى التحتية نتيجة المعارك وقصف النظام والطائرات الروسية. كما حذرت منظومة الطفولة اليونيسف من وجود مخاطر كبيرة على الأطفال في ظل تصاعد المعارك والعنف والظروف المروعة التي يمرون بها.